شكرا لكم زملائي، ومستمرين بهذه الحلقة الخاصة باللغة العربية وكيفية الحفاظ عنها. من العراق، الشعب الذي أدمن الحرف وملامسة المعنى، ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ الإعلامي مؤيد جاسم، ضيف عزيز في برنامجنا العربي بيت للكل. نورتنا أستاذ مؤيد. حبيب أستاذ أحمد، نورك. شكرا جزيلا على هذه النافذة للدخول في موضوع شائك جدا. طبعا بالبداية شكرا جزيلا لكادر بيت الكل، أردنيين ومصريين وفلسطينيين وعراقيين، هذا الكرنفال الذي نقول فيه رائحة الحبايب كما يقال. نورتنا والله، نورتنا. أستاذ مؤيد، نتحدث دائما نقول الشعب الذي أدمن الحرف وملامسة المعنى. دائما العراقيين تعتبر لهم سطوة باللغة العربية، وخاصة في نطق الحروف وأصواتها. ما زال الشعب العراقي هو الذي أدمن الحرف وملامسة المعنى؟ جميل. اللغة أستاذ أحمد يعني في رأيي نسق كبير جدا من الإشارات والرموز، وهي كما تنقل البضائع بالسفن، تنقل السفن المعاني، سفن اللغة. اللغة سفن تنقل المعاني والأحاسيس، وتترجم المعاني إلى حيويات تعيشها الناس، فهي من أهم الوسائل للتفاهم بين الشعوب. وبالتالي صانع اللغة تأتي لغته بمقدار إنتاجه، كحال العيون. كحال العيون يضع الكحل على العين فيعطيها جمالا عاليا. اللغة حين تلامس كينونة الإنسان، الإنسان يظهر، تعطي حق الظهور، تعطي هذا الحق. وبالتالي حضور اللغة مع الإنسان باعتبار الإنسان كائن تاريخي، كائن لغوي بامتياز، واللغة هي المنتج القادر على إنقاذ الناس. أنا أعتقد مثل ما عبر هايدغير حينما قال أخطر الألعاب هي أو أخطر النعم هي اللغة، نعمة اللغة، لأنها قد تنتج ألذ المعاني وقد تؤذي الناس حينما تستخدم في أسوأ حالاتها. وبالتالي علينا أن نفهم اللغة وماذا تريد، ونفهم أبعاد اللغة عند أجدادنا القدامى الذين علقوا المعلقات وتحفظوا المعلقات اليوم. قبل ما أنتقل لهذا حضرتك وصفت بوصف جميل، قلت هي السفن التي تنقل اللغة، تنقل المعاني. هذه السفن ممكن أن تغرق ويضيع المعنى في صحيح مكان معين، أو في محيط، أو في بحر معين. كيف ممكن أن نحافظ على هذه السفن بأن تنقل المعنى الحقيقي وتحافظ على اللغة؟ أنا دائما أقول اللغة العربية أنثى، أنثى، أنثى جميلة للغاية. لا تعطي سرها إلا لذاك الشاب الذي يعرف أولا كيف يحاكي النساء. هذه المرأة الأصيلة لا تعطي السر الذي أودعها الله، وبالتالي اللغة لا تفشي سرها. لا يمكن أن تكون كائنات معلبة ونحن نفتح العلب وتأتينا جاهزة. لا، اللغة تكتشف وتصنع. اللغة إنجاز حضاري يكتشف بين الفينة والأخرى. أما اللغة التي تصاب بالعلب، أعتقد اللغة حينما توضع في العلب، أقصد العلب المعاجم، أقصد العلب المعاني النهائية، أقصد هذه الترجمات والأيديولوجيات التي تخثرت وأدخمت اللغة حتى باتت تحكي معنى واحد وهذا المعنى نهائي. الناس تتجدد، جددوا ثيابهم، جوالاتهم، جددوا الكينونات والتعليم، وجددوا كل شيء. الكل من حولنا يتغير، إلا اللغة عند بعض المدارس هي نائمة على معنى واحد وتفسير واحد وإشكالي واحد، بينما هي بالأحرى تريد أن تغير الشارع، تريد أن تغير الإنسان. الإنسان من أين نقيس هذه اللغة؟ لغة عالية، لغة حضارية. إذا ربطناها بالشارع فكلما كان جميلاً، كلما كانت لغة البلد جميلة، لأن اللغة تحاول أن تفتح المضمر والمستور وتفتح أضابير المسكوت عنه. حينما نبتلى بعقول مغلقة فاللغة طيع المغلق. يعني كيف نحافظ عليه؟ نحتاج أدوات خاصة للحفاظ على اللغة العربية، خاصة نشاهد اليوم حضرتك في مجال الإعلام. اليوم نشاهد الوطن العربي بصورة عامة، أغلب الإعلاميين يستخدمون المفردات الغربية، في حين هي تخاطب العرب من خلال شاشة معينة.
ولا نرى هذا التأثر عند الغرب باستخدام مفردات عربية. اللغة ليست الالتفات إلى الوراء كما عبروا باعتبار أن نذهب إلى قبيلة كنانة ماذا قالت، هذيل ماذا قالت، قريش ماذا قالت. اللغة تكتشف وتصنع. اللغة التي لا تكتشف سوف تقود أممها إلى الانقراض. لماذا؟ لأننا كائنات لغوية نحتاج أن لا نتعامل مع شاشة الفيسبوك على أنه حقيقة حقيقية، وأن نعطي المجال أمام التربية، أستاذ التربية والمعلم والمدرس، نعطيه ما لا يعطى للآخرين، لأن هذا هو منتج اللغة والمحافظ عليه، هو العراب اللغة كما يقال، هو المباشر للغة. فنعود إلى لغتنا كي نكتشف المضمر من المعاني، لأن اللغة مفتوحة الدلالات. أما جعل اللغة في مجال فيسبوك، مواقع تواصل، طشة، لايكات، لغة خفيفة، لغة الصحافة، كوكتيل مطعم بلغة فرنسية، أنت مع أم ضد بهذا الكوكتيل بأن تدخل مفردات من الغرب إلى لغتنا العربية في مخاطبة الجمهور؟ أنا أستاذ أحمد مع المثقف الشبابيكي، جدا أحترم المثقف الشبابيكي الذي ينفتح على كل الحضارات، لكن لا أتبنى رأي أن أطيح للحضارات الباقية واللغات الباقية، ولا أن أمارس لغة الفوز واحد صفر اثنين واحد. لا، أقول اللغات الباقية هي الأخرى معنية بطرق التفاهم بين الشعوب. جميل جدا أن نطعم اللغة بلهجة مخالفة، لأننا نحن نطعم كل الأكلات. اللغة تموت؟ اللغة تموت، تموت إذا مات أصحابها، إذا مات أصحاب اللغة. اللغة أحيانا تصبح امرأة معدة للطهو، معدة لأن ترحب بالزوج، أما أنطولوجيا فهي تريد أن ترتوي من معين لا تجده، فتبقى تتنفس دون حركة، يعني هي موت مؤجل، موت مؤجل، تأخر دفنه، كائن تأخر دفنه. لماذا؟ لأننا لم نشتغل على إيضاح المضمر فيها. يعني المنطق الفيمنولوجي إذا أسقط على اللغة، قلنا اللغة فيها ظاهر واللغة فيها باطن طبعاً. نحن اشتغلنا على ظاهر اللغة، يعني لاهوتيا مع كل الاحترام لكل المدارس طبعا الموجودة في العالم الإسلامي وغير الإسلامي، لأن الناس تشتغل على صناعة معنى جميل. من حقي أن يأخذ بيد الحزين والمهموم والمنكسر والمستضعف والمستضعف، تقضي على تخامة أيديولوجية. اللغة إذا ما اشتغلنا عليها وفككنا أسرارها وحاولنا أن نمزج بين القديم والحالي وما يريده المستقبل، سوف نخرج بكوكتيل من حقه أن يعطينا وصفة قد لا تكون واضحة. أنا ضد الوضوح طبعا، ضد الوضوح. هي المرأة التي تعطيك وصفة قد تجهل أسرارها. أما إذا كانت الأكلة واضحة لأحمد شكري فأكيد الأسرار طالما غير مجهولة فالطعم واضح. هذا يخليني في تساؤل، هل اللغة مكان آمن للحفاظ على أسرارنا أو معانيها أو مفرداتها؟ مؤتمنة اللغة بالحفاظ على أشياء دلالاتها ومعانيها؟ أنا ضد أن اللغة تعطي معنى ثابت. أنا مع تعدد المعاني. اللغة حمالة أوجه. لماذا؟ لأنه منطقة أحمد شكري، قل لي أين تعيش؟ أقول لك من أنت. قل لي ماذا تأكل؟ ماذا من تصادق؟ أقول من أنت. بالتالي حينما يأتينا الشقيق الحبيب المصري أو الأردني أو السوداني أو أي بلد عربي أو يأتينا زرادشتي، حينما نحن نعطيه معنى معين، هذا المعنى إذا كان عالمي وأممي من اكتشفت؟ اكتشفت اللغة. وبالتالي هذا المعنى يقبل من قبل الألماني والبريطاني والديني واللاديني الذي يبحث عن معنى. هذه القراءة أستاذ مؤيد، أنا ما باقي لي خيار دقيقتين، أريد باختصار أسئلة معينة وسريعة. وين تكمن جماليات اللغة العربية بقراءتك أنت الخاصة للغة؟ أنا أقول اللغة العربية تكمن أنها تحاول أن تعطي لكل جيل ما يريد، وغير مغلق، يعني ليس فيها أقفال ومفاتيح. مفاتيحها حينما يأتيك حالها. القارئ الحاذق هو الذي يعيد إلى العيون كحلها، الله، الذي يعيد إلى اللغة جمالها. اللغة العربية جميلة، هي أكثر اللغات في العالم تبني المعاني، وأكثر اللغات في العالم تصريفا، وأكثر اللغات في العالم
لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. لماذا؟ لأن اللغات الإنجليزية والفرنسية حينما مع كل الاحترام طبعا حينما تذكر قضية ما تبتلع حروف معينة، اللغة العربية لا تراعي حقوق كل شيء. اللغة التي تعطي حقوق الناس، حقوق النساء، حقوق الأطفال، حقوق الجمادات، حقوق الذين جاءوا، حقوق الذين ذهبوا، حقوق الموتى الذين لم يبكى عليهم، هذه اللغة حية لأنها سوف تقول ما لديها في كل وقت. اللغة التي تعطي إيديولوجيات نهائية لغة ميتة. أتحدث بختام هذا اللقاء، حقيقة الحديث ممتع للغاية، وخاصة وأنت تخوض في مجالات اللغة بمفرداتها بمعانيها وتبحث في جمالياتها. هل ممكن أن تكون اللغة متكئ تتكئ عليه في الحياة أو وسادة للنوم؟ كما قالت أم الزين التونسية الرائعة الفيلسوفة أم الزين المسكين، كي لا تجن وحيدا الذاكرة محملة، و يعني في كل زاوية ثمة صداع قديم إيديولوجيا سياسيا. الرابط الوحيد في اللاهوت هو أنت. حينما سئل أحد المتصوفة قال عبدت ربك؟ قال عبدت الله. قال هل رأيته؟ قال نعم رأيته. وسألته من أنت؟ قال أنت. حينما نأتي إلى اللغة، جمالية اللغة هي الكائن الوحيد غير المعلب الذي بإمكانه أن ينقذ الناس. بنعم أم لا، هل اللغة العربية اليوم بخير؟ أنا أقول بخير إذا كنا بخير. بخير إذا كنا بخير، إذا ما ائتلفنا كأمة إسلامية. نختلف حتى الموت ولكننا ندافع عن بعض حتى الموت. أنا أدافع عن أحمد شكري لأن أحمد شكري واعي ومثقف وإعلامي ناجح. فأقول للأخ الذي يشارك قراءة اللغة، أقرأ اللغة، أقرأها، أقرأ النص الديني من حقك، لكن ليس من حقك أن تسلبني حقي في القمر. القمر للجميع، الشمس للجميع، اللغة للجميع، المعاني للجميع. اختر لنفسك. شكرا. والإنسان كائن لغوي بالنهاية. شكرا الإعلامي الأستاذ مؤيد جاسم لهذه الكلمات التي تلامس شغاف القلب حقيقة. شكرا لهذا الإبحار في اللغة والمفردة وخاصة اللغة العربية، نورتنا في هذا البرنامج العربي بيت الكل. شكرا أستاذ مؤيد. إذن زملائي، كان هذا الإبحار في اللغة والمفردة من العراق مع الإعلامي مؤيد جاسم. لكم الصوت.